لكي نستمتع بكرة قدم. لا شك أيضا النوب هذه المشاهد من أفضل. كريستيانو رونالدو، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. كريستيانو رونالدو لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع. القائم وقف. سانشيو ممتاز في التمرير. كريستيانو رونالدو ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال هجمة مرتدة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يلعبها في المساحة، والآن فرصة والتسديد. يلعب كرة على اليسار، الكرة تصل إليه. راشفورد، مجهود فردي غير عادي جميل منه في هذه اللقطة. راشفورد مجهود كبير جدا، نهايته كانت سيئة لكنه في الأخير فشل في التسجيل. ماكتوميناي، الله، كريستيانو لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. المباراة أكيد راح يختار هذا السيناريو اللي يمنح التفوق وثقة كبيرة. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف.